أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل من سنن الطواف في الحج والعمرة الركوب؟ هل من سنن الطواف في الحج والعمرة الركوب؟ الركوب في الطواف والسعي عند الحاجة، والأصل أن الإنسان يمشي في الطواف ويمشي في السعي، وهكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، كان يمشي في طواف سعيه، وإنما ركب صلى الله عليه وسلم ليبين للناس أن الركوب جائز عند الحاجة. لما ازدحم عليه الناس ينظرون إليه صلى الله عليه وسلم ركب نجل أن يراه الناس ولا يتزاحمون على رؤيته صلى الله عليه وسلم. وكذلك المريض والطفل الصغير الذي لا يطيق المشي إنه يحمل في الطواف أو في السعي، لا حرج في ذلك. فالأصل المشي، ويجوز الركوب أو الحمل للحاجة كالمرض والتعب، صغر السن وغير ذلك من الأعذار. نعم.